بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده، الموجبة لمزيده، المؤدية لحقه، الشافعة لأمثالها. نسأله تعالى أن يصلي ويسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بأفضل الصلوات كلها، وأن يحبوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف المنزلة فيها. أما بعد، مشاهدي الأفاضل في كل مكان، أحييكم بتحية الله لأهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منكم الصيام والقيام وسائر الإحسان، ووفقنا وإياكم لمزيد من الطاعات والقربات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم يا باغي الخير أقبل. إنني تعمدت تأخير موضوع مهم جدا جدا اعتاد الخطباء والأئمة البدء به في أول الشهر، لكنني تعمدت تأخيره إلى هذا الوقت. لماذا؟ لأمر ستكتشفونه معنا أثناء طيات هذا اللقاء بحول الله تعالى، إنه موضوع رمضان والتقوى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، يقول العلماء هنا لعل هنا تفيد كي، يعني بمعنى كي. يقول ابن عباس رحمه الله: الترجي عند في كلام الله حق واجب. الترجي في كلام الله واجب، يعني يفيد الوجوب وليس عدم الوجوب أو الشك أو الظن. فلذلك إذا وجدنا لعل في القرآن فافهموها مباشرة أنها لكي، أي يقينا أنكم إذا صمتم يا عباد الله فإنكم ستتذوقون طعم التقوى وستكونون قد مارستم عبادة التقوى لا محالة. فلكن قبل أن نفسر هذا الكلام، ما معنى التقوى؟ ماذا قال العلماء عن موضوع التقوى؟ أولا في تعريف هذه الكلمة، يعني كثرت عبارات العلماء في تعريفها، فمنهم من قال: التقوى علم القلب بقرب الرب، علم القلب بقرب الرب. ومنهم من قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعبده كأنه يراك، وهو مفهوم الإحسان. ومنهم من يقول: التقوى هو العمل بالتنزيل، هو العمل بالتنزيل، يعني ما نزل من القرآن والسنة، والخوف من الجليل، الخوف من الله سبحانه وتعالى، والاستعداد ليوم الرحيل. أيضا هذا تعريف رائع جدا. وأيضا قالوا: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، تخشى الله وترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. وأيضا من التعاريف الجميلة جدا قالوا: التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك. وعبارات كثيرة جدا فسر بها العلماء خلق التقوى وخصلة التقوى. والله سبحانه وتعالى شرع الصيام للعباد لتحصيل هذه الخصلة العظيمة. والله الناس لو يعني ركزوا في معنى التقوى ونظروا في الآيات والأحاديث التي تتكلم عنها لعلموا يقينا أن التقوى حصرت لها مفاهيم الخير، فكانت كلمة جامعة لأفضال كثيرة وخصال عظيمة، وهي مفتاح الجنان. فلشرف التقوى الله سبحانه وتعالى يعني قرنها أو أضاف الأجر إلى نفسه مباشرة في الحديث القدسي الذي قلناه مرارا، يقول فيه الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فسبحان الله، لما للصوم من شرف وقيمة وقدر عند الله سبحانه وتعالى، أخفى عن الناس مقدار الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين. لماذا؟ لأن عقول البشر بحساباتهم الدنيا لن تستوعب ذلك الأجر الذي أعده الله للمتقين والصائمين، وهو نفسه ما أعده للصابرين. وليس الصوم إلا صبر
وذلك قلنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي شهر الصوم يسميه بشهر الصبر. وقال الله عن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، التقوى والله كنز نفيس، من ظفر به ظفر بخير كثير ورزق كريم وفضل عميم. فوالله المغبون من لم يحدث نفسه في هذه الخصلة وهذه الأخلاق العالية التي حث عليها الإسلام في كل طيات القرآن والسنة النبوية. فنجعل يعني أنفسنا ننظر في بعض الآيات حتى نتفقها في بعض المعاني التي أدرجها الله لموضوع أو لخصلة التقوى. فالله سبحانه وتعالى من شرف التقوى جعلها هي الوصية التي وصى بها الأولين والآخرين من العباد. فقال الله في القرآن، قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي هي مثل ما قال في الصوم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم. وها هي هنا التقوى وصية من الله لمن؟ الذين أوتوا الكتاب من قبلنا ولنا. ما هي؟ أن اتقوا الله، وهي الوصية التي حملها الأنبياء والرسل إلى جميع أقوامهم من آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء ما تقرؤون قصة لرسول أو نبي في القرآن إلا وتجد خاطبا، تجدوه خاطب قومه بألا تتقون أو لعلكم تتقون أو اتقوا الله وهكذا. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من الوصية بالتقوى، ولا تكاد تجد خطبة أو موعظة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا وأدرج فيها وصية التقوى وحث أمته على التقوى. كان كثيرا ما يسدي النصائح لحبه معاذ بن جبل، فكان يقول له يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا أتبعت السيئة بالحسنة محتها. فهذا أيضا من خلق التقوى، فكان يقول له اتق الله حيثما كنت. وهذه وصية محب لحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته فأوصانا بها في غير ما موضع. التقوى هي يعني هي خير لباس للإنسان. نحن نلبس من الحر ومن القر ونلبس للتزين وللبهاء فالإنسان انظر ينبغي له أن يسمع من ربه ماذا فضل له من اللباس. فقال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى ذلك خير، يعني المتقي يكون عنده لباس من الله سبحانه وتعالى يقيه من ماذا؟ ليس من الحر والقر، إنما يقيه من الشر، يقيه من الغواية، يقيه مما يسبب له ولوج النار والعياذ بالله. أيضا التقوى هي خير زاد للعبد، لأننا كالمسافرين في هذه الدنيا، والمسافر عادة يتزود يأخذ معه الزاد. خير زاد يأخذه المسلم يأخذه العبد هو التقوى. قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وأيضا الله سبحانه وتعالى وعد المتقين بالنجاة من العذاب يوم القيامة، فقال سبحانه وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. يا لها من بشارة. أيضا المتقي أو المتقون هم أكرم الخلق عند الله. انظروا لقول الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس كما يظن الكثير أكرم الناس صاحب المال وصاحب الجاه وصاحب المنصب وصاحب كذا أو الجمال، لا، هؤلاء كلهم ليسوا بأفضل عند الله إلا أن يكونوا من المتقين، إلا أن يكون فيهم تحقق وصف التقوى. فإن كان
كانوا كذلك فهم من أكرم الله، وإلا لا اعتبار لهذه المقاييس التي غلط بها البشر في هذه الدنيا. نعم، أيضا التقوى أو أهل التقوى هم أولياء لله سبحانه وتعالى. انظروا ماذا قال الله عز وجل، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا الله؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكانوا يتقون، هذا يعني فضل، وكيف أشاد القرآن بخلق التقوى. والتقوى شجرة طيبة ثمارها عجيبة وأطيب، ولها ثمار عاجلة في الدنيا وأخرى مؤجلة إلى الدار الأخرى. فنذكر طرفا من ثمرات التقوى العاجلة والآجلة، ولعلي أذكر لكم ثمرة واحدة ونستكمل بعض الثمرات البقية إن شاء الله في لقاء الغد بحول الله تعالى. أولها حصول المتقي على معية الله سبحانه وتعالى، والله كفى بها ثمرة أن يكون الله معك. ماذا قال الله تعالى؟ الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. فإذا كان الله معك فماذا فقدت، وإذا فقدت الله فماذا وجدت. أعاننا الله وإياكم لنكون من عباده المتقين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.